بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم طلابي الأعزاء، طلاب الفرقة الثانية شعبة علوم الحاسب. محاضرة اليوم إن شاء الله في مقرر تنظيم الحاسبات ولغة التجميع، هنتكلم فيها عن الأسيمبلي لانجويج. اتكلمنا في المحاضرة السابقة عن تكوين المعالج 8086 8086، وقلنا طبعا ده متطلب أساسي قبل ما نتكلم عن لغة الأسيمبلي لانجوج، وهنعرف الكلام ده أثناء استعراض المحاضرة مع بعض وارتباط التكوين الداخلي بالمعالج 8086 بدراسة الأسيمبلي، أو عموما إزاي إن إحنا لازم ندرس أي معالج أو تكوين أي معالج أو التركيب الداخلي ليه قبل ما نتكلم عن الأسيمبلي لانجوج. هنشوف الفرق ده دلوقتي وهنستعرضه مع بعض، وأهمية دراسة الهاردوير الخاص بكل معالج ليه في الأسيمبلي لانجوج. هنتكلم النهاردة إن شاء الله في المحاضرة بتاعتنا عن مستويات لغات البرمجة الماشين لانجويج، هنتكلم عن الاسمبلي لانجويج، الصيغة العامة للأوامر في الاسمبلي. طبعا الكلام ده كله هنستعرضه بالتفصيل وهنحاول نربطه بمحاضرة تكوين المعالج اللي هو 8086، المحاضرة اللي فاتت أذكركم بيها برضو العناصر اللي احنا اتكلمنا فيها مع بعض. واحنا أثناء المحاضرة بتاعت النهاردة هنفكركم برضو بحاجات قلناها المرة اللي فاتت للارتباط الوثيق بين تصميم المعالج والاسمبلي لانجوج. اتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت عن مواصفات المعالج 8086، اتكلمنا عن السيجمنت ريجسترز، اتكلمنا عن الداتا ريجسترز، اتكلمنا عن الاندكس والبوينتر ريجسترز، اتكلمنا عن مسجل التعليمة اللي هو الانستراكشن بوينتر ومسجلات الاعلام. هنحاول نربط الكلام اللي احنا قلناه في المحاضرة السابقة باللغة الأسيمبلي واحدة واحدة كده مع بعض إن شاء الله، وتبقى إن شاء الله محاضرة النهاردة مفيدة بالنسبة لكم. أول موضوع زي ما احنا اتكلمنا مع بعض هنتكلم فيه عن مستويات لغات البرمجة. يا ترى هي لغات البرمجة عامة كده وخلاص، ولا في مستويات لدراستها؟ تم تصنيف مستويات لغات البرمجة لمستويين رئيسيين، تم تصنيفهم وفق يعني في بيسموه مستوى عندي اللو ليفل بروجرامينج وفي الهاي ليفل بروجرامينج. طبعا ما فيش لغة بنقول عليها في لغة عالية ولغة أقل منها في العلو والكلام من ده، هو تم التسمية ديت اللو ليفل والهاي ليفل على حسب اللي هي اللو ليفل، يعني بتبقى هنا القدرة بتاعت الفهم بتاعتها واستيعابها من قبل الإنسان أو من قبل المبرمجين بتبقى صعبة حبة، لكن اللغات الهاي ليفل لغات بتتميز بسهولتها وسهولة فهمها وسهولة التعامل معها. من هنا جه الاسم بتاع المنخفض والعالي، لأن اللغات المنخفضة في صعوبة في فهمها وتحليلها واكتشاف العيوب فيها. لغة مرتبطة كلها بتصميم المعالج وتركيبه. لغات المستوى العالي بنلاحظ فيه سهولة في الفهم، سهولة في البرمجة، سهولة في التعامل. فمن هنا جه الاسم بتاع اللو ليفل والهاي ليفل، وبناء عليه تم تقسيم لغات البرمجة إلى المستويين الرئيسيين اللي هما المستوى المنخفض والمستوى العالي. طب احنا بنقول الكلام ده ليه؟ عشان نصنف اللغة اللي احنا هندرسها مع بعض اللي هي لغة الاسمبلي لانجويج، عشان نشوف هي بتقع في انهي مستوى، المستوى المنخفض ولا المستوى العالي. مش معنى ان انا اقول ان هي لو ليفل ان هي لغة منخفضة يعني، او لغة بس ده بالعكس، هي من اللغات اللي زي ما هنشوف بعد كده في لغة الماشين لانجويج او في لغة الاسمبلي، من لغات مش اي حد يقدر يتعامل معاها وبتحتاج مبرمجين متخصصين في صعوبة في التعامل معاها، يعني لازم مش أي حد يقدر يتعامل معاها. فحتة اللو ليفل عشان مفيش حد يفهمها خطأ، هي زي ما أنا وضحتها لكم دلوقتي. لغات المستوى المنخفض بتعتمد على معرفة بالتصميم الداخلي للحاسبات، يعني لازم قبل ما تتكلم عن اللغة نفسها زي ما احنا بنتكلم على الاسمبلي لانجوج كتطبيق عملي لتوضيح اللو ليفل، دي لغات بترتبط الأول بالتصميم الداخلي للحاسب. لازم نبقى عندنا خلفية بتكوين المعالج اللي احنا هتتم عليه عملية البرمجة،
وهي صعبة التعلم زي ما قلت لكم، يعني مش عملية ان هي low level بقى حاجة كده للمبتدئين او البيجنر والكلام ده كله، وهي صعبة التعلم وترتبط بالآلة المنفذ عليها البرنامج. يعني ايه ترتبط بالآلة المنفذ عليها البرنامج؟ يعني الكود اللي انا بحطه او البرنامج اللي انا بحطه لمعالج معين، ما ينفعش بعد ما اكود البرنامج بتاعي واحطه يبقى موجود على الكمبيوتر ان انا اسحب البرنامج ده واروح احطه على كمبيوتر تاني بمواصفات تانية، هيحصل ايرور معايا، لان انا هنا في ارتباط وثيق بين الامر نفسه والريجسترز عنوان السجل اللي موجود داخل المعالج، فلما نيجي نحطه في جهاز تاني هيحصل ايرور كبير مش هيطبق معايا، وهنشوف الكلام ده عملي مع بعض ان شاء الله. فبقول لك وترتبط بالآلة المنفذ عليها البرنامج، يعني هي مرتبطة ارتباط وثيق بعكس لغات البرمجة اللي موجودة حاليا، بتعمل انت الابليكيشن بتاعك وبتصممه وبتقدر تنقله، بيبقى متاح انك تقدر تستخدمهم على اكتر من جهاز. هنتكلم عن الماشين لانجويج كأول لغة من اللغات الخاصة باللو ليفل. الماشين لانجويج دي طبعا تعتبر من اول لغات، يعني مع بدايات ظهور اجهزة الحاسوب او اجهزة الكمبيوتر، بدأت كان في لازم يبقى في لغة من خلالها نقدر نبرمج الآلة دي لتقوم ببعض المهام والوظائف، يبقى لها وظائف معينة. فكانت أول لغة ظهرت معانا اللي هي لغة الآلة أو الماشين لانجويج بتاعتنا، ودايما نقول إيه، لكل نوع من أنواع المعالجات لغة آلة أو طاقم تعليمات خاصة بها. يعني كل معالج بيجيلي بيبقى له ليه التعليمات بتاعته اللي بتبقى بتسهل عملية تداول البيانات بتاعتي داخل المعالج. ويتم كتاب التعليمات وأوامر لغة الآلة على هيئة أرقام بنظام العدد الثنائي ليتم تنفيذها مباشرة. لغة الآلة بتعتمد في التكويد بتاعها كله على الزيرو والوان بنظام العدس الباينري سيستم، يعني كل التعليمات اللي احنا بنسخها على هيئة زيرو وان، شفرة عبارة طبعا زي ما احنا عارفين ان الزيرو يعني مفيش عندي تيار او لو ليفل، بيبقى عندي او يعني التيار بتاعي هنا عندي ايه، لو ضعيف مفيش تيار كهربائي، وان يعني معنى كده ان في تيار عندي متصل. سلسلة الزيرو والوان مع بعض سلسلة متتابعة من الزيرو والوان على هيئة، بتبقى بتدينا هيئة تعليمات موجودة مع بعض، وبنشبهها زي الشفرة بتاعت التلغراف كده، بتبقى التلغراف بيحتوي على بيانات ومعلومات بنرسلها من طرف لطرف آخر. لما بنعمل كده مثلا، يعني انا كده قاعد بعمل ايه دلوقتي، بوصل التيار الكهربي، بفصل التيار الكهربي، بوصل التيار الكهربي، بفصل. السلسلة بتاعت التعليمات اللي انا بديها كده 1001 وبيتلقاها الطرف الاخر، دي عبارة هناك في التلغراف في شخص قاعد هناك في التلغراف في الجهة الاخرى المقابلة بيحول الاشارات الزيرو والوان ديت، بيحولها اللغة مفهومة، هي شفرة بتتحول. فهنا بنفس الطريقة برضو دي الوسيلة الوحيدة اللي انا اقدر ابرمج جهاز الحاسب الآلي ان هو ينفذ لي بعض الاوامر او التعليمات، عبارة عن الزيرو والوان 1 1 1 0 0 0 1، دي كلها شفرات بيقدر يفهمها جهاز الحاسب الآلي. ويتم كتابة التعليمات واوامر لغة الآلة على هيئة ارقام بنظام العدد الثنائي ليتم تنفيذها مباشرة، او بنظام يعني العدد الثماني، بس احنا عندنا طبعا الانظمة العددية زي ما خدناها في سنة اولى مع بعض، في النظام الثنائي والخماسي والثماني والسادس عشر، كل الانظمة دي في النهاية برضه عشان يفهمها جهاز الحاسب الآلي لازم هتتحول ايه، يعني ممكن اشتغل على النظام الثماني، او زي ما احنا اتكلمنا في المعالج 8086 انه ممكن بيتم حفظ الداتا بتاعتي في الرامات في السجلات بنظام السداسي عشر، بس عشان اقدر اتعامل معاها بعد كده هنحولها للنظام ايه، يتم تحويله الى النظام الثنائي لتنفذ. والكمبيوتر مش هيفهم اي حاجه غير الزيرو والوان، يعني حتى التعاملات بتاعتنا مع الابليكيشن اللي احنا شغالين بيها دلوقتي، احنا في وسيط بيننا وبين المعالج، في كومبايلر موجود او مترجم بيترجم كل التعاملات بتاعتنا اللي احنا بنعملها ديت للزيرو والوان، بيحولها لزيرو وان، هو الكمبيوتر ما يقدرش يفهم غير كده. فانا عندي برضو لو اشتغلت بالنظام العدد الثماني او السداسي عشر، بنشتغل هنا بيحول معايا هنا ايه للنظام الثنائي عشان تتنفذ معايا. هنتكلم بعد كده عن لغة التجميع. احنا قلنا لغة الآلة ولغة التجميع الاتنين بيصنفوا في اللو ليفل، بس احنا الماشين لانجويج عشان نتعامل معاها
كانت في صعوبة جامدة، يعني كل البرمجة اللي أنا ببرمجها من قبل المبرمجين كلها عبارة عن إشارات زيرو وان زي التلغراف كده بالظبط. فبتحتاج مين اللي يقدر يتعامل مع الكلام ده؟ في ناس مبرمجين متخصصين هم اللي ليهم القدرة إن هم يقدروا يتعاملوا مع الماشين لانجويج، وحتى بعد ما بيبرمج الجهاز بتاعه أو بيبرمج المعالج عشان في حصل بعض الاخطاء او ايرور موجود معايا، عشان يكتشف الخطأ ده مع سلسلة الزيرو والوان اللي موجودة التعليمات المصاغة على هيئة زيرو وان، بيبقى في صعوبة جدا ان هو يراجع كل سطر لاين موجود وسلسلة الزيرو والوان ويكتشف الخطأ فين. في صعوبة بالغة. كل الصعوبات اللي موجودة ديت في الماشين لانجويج ادت ان هم لازم يطوروا لغة جديدة برضو اسمها، وظهرت معانا حاجة اسمها الاسمبلي لانجويج. دي برضو من اللغات اللي بتقدر تتعامل تعامل مباشر مع المعالج زيها زي الماشين لانجويج. بس ايه اللي ضافوه عندنا؟ ضافوا ان هي ممكن يبقى فيه سهولة في التعامل، بحيث ان ظهر عندي بعض مصطلحات اللغة الاجنبية والانجليزية اللي ممكن تديني اوامر سهلة، فبقت فيه سهولة في تعلمها. وبدأنا في ناس كتير بدأت تتعلم معانا الاسمبلي، النظام الثنائي او الماشين لانجويج كان فيه صعوبة ان اي حد يقدر يكتسبها او يتعلمها، ومع زيادة انتشار الأجهزة حصلت مشاكل كتير. فجيت لغة التجميع ظهرت كإيه؟ كصيغة سهلة القراءة للبشر ومقابلة للغة الآلة التي تشكل الأوامر التي ينفذها حاسوب بتصميم ما. هي صيغة سهلة عبارة عن مجموعة أوامر، حتى زي ما احنا ما هنشوف الصيغة العامة للأوامر واستعرضنا مع بعض بنجدها إن بتساق عندنا في صيغة تعليمات أو أوامر أكواد بسيطة جدا، عبارة عن موف آد صب، يعني هتلاقي حاجات كلها تعليمات بلغة إنجليزية بسيطة سهل التعامل بيها وتدي رسائل مباشرة للحاسب الآلي. في سهولة في اكتشاف الأخطاء بالمقارنة بالماشين لانجويج، وطبعا ما زال ارتباطها بتصميم الحاسوب، بتشترك في نفس الجزئية دي. عندنا هنا لكل معالج لغة تجميع خاصة به، زي ما قلنا زي ما اتكلمنا برضو في الماشين لانجويج، لكل معالج كان ليه الماشين لانجويج بتاعته الخاصة به، كما أن له لغة الآلة الماشين لانجويج الخاصة به. تحتاج لغة التجميع إلى المجمع الأسمبلر. ليه بقى بتحتاج؟ لأن هو ده موجود زي الوسيط بقى، زي ما أنا بقول لكم ده الوسيط اللي هيحول كل التعليمات اللي تم صياغتها بلغة التجميع إلى الماشين لانجويج، يعني زي مترجم كده زي كومبايلر بيبقى موجود في لغات البرمجة الحديثة، وهو الذي يقوم بتحويل لغة التجميع التي يستطيع البشر قراءتها والتعديل فيها إلى لغة الآلة التي يستطيع المعالج تنفيذها. لازم يبقى موجود عند الاسمبلر ده، عشان انا لو صيغت التعليمات بتاعتي بالاسمبلي لانجويج بس والاسمبلر مش موجود، المعالج بتاعي مش هيفهم حاجه برضه. لازم في النهايه تتحول زي مترجم كده، حولها لسلسله من الزيرو والوان. بنستخدم اللغه دي حاليا، بنستخدمها في ايه؟ يعني ايه اللي ممكن، يعني واحد يقول لك طب احنا بندرس الاسمبلي لانجويج ليه؟ ايه الفوائد بتاعتها اللي احنا ممكن نستفاد بيها؟ في عندنا هنا ايه، ممكن اقول لك برمجة اجزاء من نظم التشغيل. في عندنا لما بنيجي نعمل اي سيستم تشغيل في اجزاء من الاسيمبلي بتخش فيها، التأكد من سرعة وكفاءة تنفيذ بعض البرامج التي تتطلب الكفاءة كبرامج المحاكاة والالعاب. الاسيمبلي في هي اساس للهندسة العكسية، والهندسة العكسية دي مجال كبير جدا وليه العديد من المجالات اللي مشتقة منه. أبسط حاجة اللي انتوا بتسمعوا عنها اللي هو موضوع الكراكنج، اللي ممكن ازاي تعمل كراك لأي برنامج وتشتغل، كل ده ممكن تعمله بالأسمبلي. خبراء الحماية الهاكينج، يعني في الهاكينج وخبراء الحماية بقى نفسهم اللي هم ايه الأنتي نفسهم، اللي بيبقى ايه الأنتي هاكينج، اللي بيعملوا عملية دفاع من الهاكرز اللي موجودين عندنا. دول الهاكرز والخبراء الحماية دول كلهم بيشتغلوا بالاسمبلي، لازم يبقى عنده دراية كاملة بالاسمبلي، دراسة الفيروسات والملفات اللي بها اكواد خبيثة كل ده برضو بالاسمبلي. ففي الناس المبرمجين المتخصصين اللي الشغل بتاعهم بيعتمد وليه صلة مباشرة بالمعالج لازم بيدرس لغة الاسمبلي، لان هي دي الوسيلة الوحيدة لمخاطبة المعالج.
هنبدأ زي ما احنا قلنا مع بعض، هنتكلم بقى عن ايه الصيغة العامة للأوامر بلغة الأسمبلي، ودي صيغة بسيطة جدا في لغة التجميع، هنشوفها لما نتعرف على الصيغة العامة بتاعتنا. هنكتشف ان هي صيغة سهلة وبسيطة مفيهاش أي تعقيد، وهنتدرب عليها من خلال بعض الأمثلة. بعد كده هنشتغل هنوضح بعدها سنوضح طريقة تعريف المتغيرات داخل البرنامج. بعد كده هنتكلم عن أوامر لنقل البيانات وأوامر العمليات الحسابية البسيطة، إزاي ننقل البيان من مكان لمكان، وإزاي أجري بعض العمليات الحسابية داخل المعالج مباشرة، وده بيتميز بعملية السرعة في التنفيذ. بعدها نستعرض بعض أوامر نقل البيانات، إزاي ننقل البيانات من مكان معين في الذاكرة لمكان آخر، إزاي ننقله من الرامات للريجسترات اللي جوه المعالج زي ما احنا شفنا. بعد كده ازاي نجري بعض العمليات الحسابية داخل المعالج مباشرة. هنتعرف على الشكل العام للبرنامج بتاعنا. في الشكل العام في جزء عندي لما بنيجي نكتب البرنامج، في جزء خاص بيبقى اول حاجة جزء خاص بالأوامر، ده اللي بيبقى بنقدر نكتب فيه الأوامر بتاعتنا، وفي جزء تاني خاص بالبيانات اللي بيبقى فيه الداتا كلها، جزء خاص بعمليات تقديس البيانات وحفظ البيانات بيطلق عليه المقدس. هنستخدم بقى سيتم استخدام بعض التعليمات البسيطة لنظام التشغيل ليقوم بتنفيذ عمليات الإدخال والإخراج. كل الأوامر بتاعتنا هنشوف بقى نركز مع بعض من أول هنا. هديكوا الصيغة العامة للأمر. الصيغة العامة بتاعتنا اللي احنا هنعرضها للأمر دي الصيغة المثالية، أو الصيغة زي ما بقول لك كده، احنا هنشوف الصيغة العامة أو الصيغة المثالية لكتابة كود بالأسمبلي لانجوج. يعني هنشوف ازاي نقدر نكتب مع بعض الكود ده ونتعامل معاه ازاي. أول حاجة معانا في حاجة اسمها النيم. النيم ده بيستخدم في عمليات ليه استخدامات هو مش يعني اختياري، الجزء بتاع الحقل، الجزء حقل اختياري لكتابة البيانات فيه، وده بيستخدم في حالة حدوث عملية تفريع للأمر في جزء من البرنامج. الجزء الثاني من كتابة الأوامر اللي هو الأوبريشن، وده بيحتوي الجزء الخاص بالاوبريشن اللي احنا شايفينه مع بعض ده، هيحتوي على الامر المطلوب تنفيذه، وهنشوف الصيغ المختلفة لكتابة الاوامر بعد كده مع بعض. يبقى اول جزء معانا النيم، تاني جزء الاوبريشن، الجزء الثالث اللي هنتكلم فيه مع بعض اللي هو الاوبرندس. يحتوي الاوبرندس ده بيحتوي على المعاملات المطلوب تنفيذها، يعني كل شيء هننفذه او عايزين ننفذه، او سواء نقل داتا من مكان لمكان، او اجراء عمليات حسابية معينة، كل ده هيتم تنفيذه من خلال الحقل الاوبرندز بتاعه. يبقى انا عندي النيم، بعد كده الاوبريشن، بعد كده الاوبرندز، يتفضل لي بعد كده الحقل الاخير اللي هو ايه الكومنت او الملاحظات. زي اي لغه برمجه، زي ما احنا ممكن في كتير منكم شغال في لغات برمجه اخرى او هتدرسوا معانا ان شاء الله، بيبقى دايما عندي حقل الكومنتس او الملاحظات، وده الحقل اللي من خلاله بيتمكن المبرمج من كتابه اي تعليق ليها علاقه، يفسر الاوامر دي وظيفتها ايه، او توثيق البرنامج نفسه. وده وزي ما هنشوف بقى مع بعض ان النيم والكومنتس الاثنين دول يعني حقلين ليك حرية انك تكتبهم او ما تكتبهمش اضافيين، زي ما الكومنتس برضو في اي لغة برمجة انت ليك الحرية، عايز تكتب كومنتس او ملاحظات ماشي، مش عايز خلاص. اللي هنشتغل عليهم او الاساسيين اللي هم حقل الاوبريشن وحقل الاوبرندس. طبعا الصيغة العامة دي الصيغة العامة اللي هنشتغل بيها. بنلاحظ دايما في الصيغة العامة بتاعتنا ايه، ان في مسافات دايما بين الحقول، لما تيجي تكتب حقل مع حقل لازم يراعي ان اقل حاجة لازم يبقى موجود عندي مسافة، تبقى عندي بنعملها ممكن بالتاب او ممكن نعمل بالسبيس، ضغطة واحدة بمسطرة المسافات او اكتر من ضغطة، بس اقل حاجة يبقى عندي مسافة واحدة. يتم الفصل بين الحقول بواسطة مفتاح التاب او السبيس. زي ما قلنا مع بعض ان يكون هناك فراغ واحد على الاقل بين كل حقل والحقل
التالي. أنا نشوف شرح تأكيد على اللي احنا قلناه مع بعض دلوقتي في تركيب الصيغة العامة للأمر. يتم استخدام الاسم نيم في حالة حدوث عملية تفريع لهذا الأمر. إذا احنا عملنا جينا نعمل كده النيم بتاعنا، بنعمل تفريع للأمر، فبنستخدمه في الحالات دي لهذا السطر من البرنامج، وده بيتم استخدامه في جزء ما من البرنامج وهو حقل اختياري. يعني انت عايز تضيفه ليك الحرية الكاملة انك تكتبه او ما تكتبهوش. في الحقل المهم بقى التاني اللي هو معانا، حقل الاوبريشن، يحتوي على الامر المطلوب تنفيذه. الحقل التالت برضو الاهم اللي هو، حد يفتكر معايا قلنا اللي هو اسمه ايه؟ حقل المعاملات الاوبرندس، يحتوي على المعامل او المعاملات المطلوب تنفيذها بواسطة الامر. يعني الامر ده هينفذ مجموعة من الاوامر على المعاملات اللي هتبقى موجودة معانا هنا، ويعتمد على نوع الامر. في يعني بعض الاوامر، قله من الاوامر دي ما بتتطلبش ان يبقى موجود عند اوبرندس، ممكن يبقى اوبريشن على طول الحقل، يبقى فيه تعليمه معينه بنفذها، بس دي بتبقى حالات نادره مش شائعه معانا. الحقل الاخير اللي احنا قلناه اخر حقل معانا اللي هو ايه؟ الكومنتس، يستخدم عاده للتعليق على الامر الحالي، وهو يستخدم لتوثيق البرنامج. هنشوف كده مثال، نكتب كود مع بعض كده. start ده النيم بتاعنا هيبقى start، بعد كده التعليمة بتاعتنا هتبقى هنا ايه؟ move عايز انقل، بعد كده الاوبرندس بتاعتنا المعاملات cx و5. حد فاكر cx دي؟ ها كنا احنا اتكلمنا عنها، السجلات، سجلات الـ العامة أو السجلات الموجودة الجنرال ريجسترز، فاكرينها؟ هفكركم هنربط الأمر ده بيها دلوقتي. وبعد كده عندي ده المعاملين، عندي فيه معاملين، فيه قيمة، فيه هنا عندي ده المستودع وده المصدر. أنا عايز هنا إيه؟ ده الكاونت، العداد بتاعي، السجل بتاع الكاونت سي إكس ده قلنا بطول 16 لو نفتكر في المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا عنه. وبعد كده عندي فاضل لنا ايه؟ الحقل. احنا اتكلمنا عن كام حقل دلوقتي؟ ده حقل النيم، قلت ستارت ده البداية، لا عشان اوضح ان في هنا ايه، هيجي في اوامر تانية وممكن اكتب لو في فرع تاني من الامر ده. يبقى ده النيم بتاعي، وبعد كده هنا ايه؟ ده الحقل بتاع العمليات بتاعتي الاوبريشن، وبعد كده الاوبرندس بتاعتي، وبعد كده يتفضل معايا حقل ايه؟ الملاحظات الكومنتس بتاعتي. هنا بنقول ان احنا هنا ايه؟ انشليز العداد الكاونتر بتاعي، يعني بقول له اعمل لي عملية تهيئة للعداد بحيث ان هو ايه؟ يبدأ بداية العداد بتاعتي تكون من الرقم 5، فبكتبها في الكومنتس يعني كملاحظات لتنفيذ البرنامج. بقول له هنا انشليز كاونتر، بحيث ان هو يبقى هنا عارف هنا ايه، ان هو هيبدأ من الرقم 5. طبعا لو مش عايز تكتبها هنا او نكتب هنا، ممكن نلغي الجزء ده خالص ونلغي الجزء بتاع الكومنتس، ويبقى الكود معايا واخد الشكل اللي موجود ده. نربط الكلام ده بالمحاضرة السابقة بتاعتنا، فاكرين الشكل اللي احنا اتكلمنا عنه ده؟ ده انا عندي الجزء الاولاني ده، حد يفتكره؟ احنا قلنا كان الجزء بتاع ايه؟ ده الباص انترفيس يونت، ده المسؤول عن استقبال الباص انترفيس، وحدة ملائمة الممرات، او اللي هو بيستقبل التعليمات اللي جايالي من المحيطات. فاكرين لما قلنا بيستقبل التعليمات كلها، وبعد كده بتروح لوحدة العنوانة، وفي عندنا سجلات المقاطع كل ده، وبعد كده بتروح هنا عندي على الكاش ميموري، وبعد كده تروح لوحدة التحكم، في عندي هنا الجنرال ريجسترز. فاكرين الكلام ده اللي اتكلمنا؟ قلنا السجلات دي كلها بحجم هنا 16 بت، كلها موجودة معانا. انا اللي يعنيني هنا ايه؟ اللي انا عايز اوريه لكم، يعني عندي هنا الباص انترفيس، الجزء بتاع الباص انترفيس والاكسكيوشن يونت بتاعتي، ده الباص انترفيس يونت والاكسكيوشن يونت. هنا بنستقبل التعليمات، وبعدين وحدة الحساب المنطق بتنفذ التعليمات من خلال السجلات الموجودة بداخل المعالج. انا هنا بدي امر بقول له موف
وابدأ لي العداد هنا السي اكس. سي اكس فين؟ موجودة هنا وبطول 16. قلنا بنقسمها لفي ايه هنا عندي لو هاي، كل واحد فيهم بيبقى ايه بطوله 8 بت، ودي السي اكس بطول 16 اكس موجودة معايا. انا اللي يهمني هنا لما جيت ادي الامر بتاع ايه، عشان كده قلنا الاسمبلي لانجويج من اللغات المرتبطة بالتصميم الداخلي للحاسب، لازم ادرس المعالجات نفسها وابقى عارف عناوين السجلات نفسها. فباجي اقول له هنا موف سي اكس 5، يبقى انا عندي هنا السي اكس ده موجود في المعالج اي تي 86، يعني ما ينفعش الكود اللي انا بديه ده اروح اديه لمعالج تاني. فهمتوا الفكره جايه منين؟ فهنا بقول له موف، انا عندي السي اكس بتاعي اللي هو الكاونت، بقول له العداد بتاعي ده بدايته هتبقى الرقم 5. لسه بقى هنستعرض الأوامر مع بعض، بس احنا كنا دلوقتي بنشوف ايه الصيغة العامة للأمر هتبقى جاية ازاي. يبقى أنا عندي النيم بتاع هنا، وعندي هنا الكومنتس، دول يمكن الاستغناء عنه، ونكتب الكود بتاعنا. ممكن هتلاقي معظم الأكواد اللي هنشتغل بعد كده هتبقى هنا ايه بالأوبريشن والأوبرندس، المعاملات بتاعتي والعمليات أو التعليمات اللي موجودة. يبقى هتلاقي نكتب تعليمات وبعد كده المعاملات، هتلاقي كل التمارين اللي هتبقى جاية بالشكل كده. هنتعرف على مجموعة التعليمات اللي هنستخدمها ايه، والمعاملات، وازاي التعامل ونقل البيانات داخل السجلات. طبعا احنا لازم نبقى عارفين السجلات دي كلها، سجلات المقاطع احنا اتكلمنا عنها في المحاضرة اللي فاتت، لازم تعرفوها وتحفظوها وتراجعوا عليها تاني. السجلات الجنرال بتاعتنا، اتكلمنا عن السجلات الخاصة بالفهرسة والتأشير، هنوضح لكم دلوقتي الامر زي ما احنا اتكلمنا عنه كده، هنشرح لكم مكوناته ايه بالتفصيل اكتر. هذا الامر ذو عنوان، العنوان بتاعنا العنوان بتاعه اسمه ايه ستارت. الامر المستخدم عندنا هنا ايه، حد يقول لنا اسم الامر؟ الامر هيبقى اسمه موف، والامر المستخدم موف. طب المعاملات اللي موجودة عندنا حد يقول لنا هي ايه؟ المعاملات عندنا سي اكس والرقم 5. ومعنى ذلك هو وضع الرقم 5 في المسجل سي الريجستر بتاعنا سي اكس، وحقل الملاحظات هنا يوضح ان 5 الرقم 5 بتاعي هي القيمة الابتدائية للعداد. فهنا عندنا في الكومنت بتاعتنا كاتب هنا initialize counter، هنا ايه ابدأ لي العداد بتاعي او صفره لي او تهيئه عشان يبدأ من الرقم 5. هناخد بقى بالتفصيل، هندرس كل حقل من الحقول اللي احنا اتكلمنا عنها ديت بطريقة مثالية. اول حقل عندنا اللي هو حقل النيم، يتم استخدام هذا الحقل لإعطاء عنوان لأمر محدد، ممكن بنستخدمه تاني عشان يدي اسم البرنامج موجود فرع معانا، ممكن نستخدمه كمان للإعلان عن أسماء المتغيرات. كل الكلام ده كله طبعا الحقل ده بيتم تحويله العناوين موجودة عندي في الذاكرة، بتبقى كلها بيشكل عندي كلها عناوين داخل الريجسترات اللي موجودة، يتم تحويل هذا الحقل إلى عناوين في الذاكرة. يمكن أن يكون هذا الحقل بطول يقدر يستوعب معايا لغاية 31 حرف، يعني دي بعض الشروط العامة أو الحاجات اللي أنا لازم أخد بالي منها. لو جيت أكتب في النيم ده ممكن يستحمل معايا لغاية 31 حرف، ده الماكسيموم بتاعه. لما اجي اكتب النيم برضو غير مسموح بوجود اي مسافات داخل الحقل، يعني ما اكتبش لو اللي هكتب بقى عندي 31 حرف، عايز اكتب ممكن اعمل ايه اندر سكور، تبقى في شروط موجودة معايا، لكن عشان اعمل في مسافات غير مسموح معايا ما ينفعش. فغير مسموح بوجود مسافات بداخل الحقل، ما ينفعش نستخدم الدوت في وسط الكلام برضو، يعني انا بكتب الجملة بتاعتي بتاعت النيم وهتبقى طويلة وعايز استخدم دوت، ما ينفعش استخدمها. ممكن تستعملها في بداية النيم بس فقط، يبقى لا تستخدم الدوت الا في بداية الاسم. النيم بتاعنا ما ينفعش يبدأ برقم،
لا يبدأ برقم. لو جيت نبدأ نكتب النيم واكتب في بدايته رقم، هيبقى اديني ايرور معايا، يبقى خطأ معايا. مفيش عندي فرق بين الحروف الكابيتال والسمول، يعني لما نيجي نكتب كابيتال وسمول وكلام من ده مفيش فرق بين الاتنين، لا يتم التفريق بين الحروف الكبيرة والصغيرة فيه. يعني الفيلد بتاع النيم ده ممكن نكتب بأي اسلوب، مش هيبقى عندي مشكلة خالص. هديكوا تمرين نماذج كده الأسئلة، أشوفكوا في النيم عشان لما نيجي نكتب بعد كده الأوامر بتاعتنا هنشوف هيحصل ايرور ولا لا. هديكوا بعض الأمثلة كده للنيم المقترحة اللي احنا ممكن نكتبها في الأسيمبلي لانجويج، وتقولوا لي ده صح ولا غلط كتدريب كده في نتدرب عليه مع بعض. فبنقول لكم هنا أي الأسماء الآتية صحيح، أي النيم اللي موجود دلوقتي هيبقى معايا صحيح. يعني أنا هنا أول واحد معايا هنا ستارت، ده اسم صح، اللي نيم صح ممكن نكتبه في فيلد النيم ولا غلط؟ حد يقول صح، لسه واخدينه مطبقين عليه دلوقتي وكاتبين ستارت عادي مفيش اي مشاكل، فيبقى ده هنا معانا ايه صح. طب عندي هنا